في حاجة الصورة برضك فيها صورتك وريني وشك كده ده الوش اللي بتجيب بالخضار ما طبعا صورتي انت قصدك ايه طيب فيها حاجة كده حاجة محترمة فيها احترام ايوه فخر ووكر كده وكر ايه يا صورة رئيس عصابة يا حيوان انت بتتريق لا مهابة ايه حاجة مهابة ايه حاجة ايه حاجة انت شايف ايه ده هو ده ده انا هو ده ده هو ده ايوه يا حاجة ايه شايف في منديل بقويا هنا وانا اقرع انا عاوزك تحضر الجلسة مع ولدي المحامي بتاعه عمل حادثة وجاي الجلسة باقي عليها ربع ساعة اترافع عن ولدي وبعدين نتفق على الاتعاب خلاص ايوه بس لا 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 لازم اشوف القضية كده واعرف التفاصيل والتيتيلز بتقول ايه؟ التفاصيل والتيتيلز هو هيتكلم جوه لا انسى انسى هنا يا استاذ ما تقف كده قدام الارض وتترافع ما تخافش وما تخافش من حد وطلع الكرنيه قدام التخين انت محامي الله عليك انت محامي انت ما عارفش انك محامي انا عارف بس هو دايما بيحب يفكرني بعد الظهر وادي الطربوشه اهو طربوشه اهو على اساس ان انا رايح اترافع عن محمد طه امسك ولدي حيضيع منك عيني عليك يا ولدي قلبي اتحرق عليك يا ولدي قول لي بقى تفاصيل القضية ايه عركة عادية بين عيلتين ولدي حيروح في داهية ولدي حيروح في داهية ولدي تفاصيل هنا يا حاج ولدي لا له في الدور ولا في الطحين تفاصيل هنا يا حاج ولدي لا له في الدور ولا في الطحين ولدي حيروح مني القرار اخر جلسة ابنك اسمه ايه يا حاج؟ عبد الصمد وهدان حلقوله اسمه عبد الصمد وهدان حلقوله؟ زيرو زيرو؟ ده الاسم بالكامل ما علينا طيب هو تهمته ايه بقى؟ قتل ايه ده؟ احنا ما اتفقناش على كده اتفقنا على ايه؟ ما اتفقناش على انه قتل انا ما اتفقناش على كده يا حاج انت كده بتعملني في مفاجاه يا ابني ابوس يدك ابوس يدك ما تفضحنيش هينادم عليك نادي على اللي بعده عبد الصمد وهدان حلقوله ضد حنجل ابو حديده يا حاج احنا ما اتفقناش على كده ابوس يدك عبد الصمد وهدان حلقوله طب وقت ابو حديده يا رب سكينه شال ضرب في السكينه في حنكه ايوه حاضر اهو شرن بقه غنى شرن بقه دي جون حنجل حلبوله قتل حنجل حلبوله فلا حنجل قتل حنجل قتل حنجل كيف ايه يا استاذ سيد الرئيس سيد الرئيس حضرات السادة المستشارين عم احمد الحاجب ان طعنة حنجل لموكلي كانت طعنة قاسعة يا استاذ طعنة ناهية يا استاذ طعنة دالية يا استاذ انت مش فاهم حاجه ولا ايه امال ايه عرقبه ولا ايه يا استاذ انت مش قاري ملف القضيه ليه موكلك هو اللي طعن حنجل لا والله هو اللي طعن حنجل هو اللي غزو ابنك اللي غزو انت ما قلتليش الكلام ده يا حاج انت بتعملت فيه فيا ليه سيد الرئيس ان طعنه موكلي حنجل كانت طعنه رقيقه كانت طعنة في الهدوء طب كانت انهي طعنة فيهم؟ نعم؟ كانت انهي طعنة فيهم؟ هو طعنوا 11 طعنة لا والله 11 طعنة؟ طعنوا 11 طعنة؟ ليه يا حاج؟ هو كان واخد له اجازة ولا ايه؟ سيد الرئيس هل تسمح لي هيئة المحكمة الموقرة ان بسؤال على مقربة من المناصرة؟ تعال ربنا يخليك ربنا يخليك في حاجة عايز تقولها وخايف تقولها؟ لا هو بس الحقيقة أنا مش محامي نعم يا أخويا؟ لا مش قصدي سعادتك أنا قصدي مش المحامي بتاع المتهم اللي هنا لأن المتهم اللي هنا المحامي هو جاي له فأوتوبيس خبطه فالمحامي اتطبق والاوتوبيس مش لاقينه اتطبق ايه انت عايز ايه بالظبط ابوس ايدك شجع الشباب شجع الشباب المنطقه كلها عندي مستنيه شربات واحد فرق اول مرافعه ليا شربات ايه يا استاذ قول لي طلباتك طلبك هكون عايز اسكبريسو عايز تقيل ايه تقيل تقيل
خلاص يا اخوات تأجل القضية اتفضل. حياة المصحف والله بقول لك اتفضل يا استاذ تأجل القضية. والله هتقولها يعني انت هتقولها قدام الناس دلوقتي؟ يلا يا استاذ اتفضل. شكرا لسعادتكم وكليكم والمعلم كلكم سعادتكم. تؤجل القضية لجلسة 9/9. مبروك يا حاج، القضية اتأجلت للساعة 9. يا لهوي 5000 جنيه يا لفي، معقولة؟ بس دخل عليهم الموضوع ده ازاي؟ محامي؟ انت هتبقى محامي؟ انت يعني انت المدرسة؟ لا يا اخويا مالكش دعوة بيا، انا حيالله بدرس لابن ام عبوسة فتحية واكلاهم ثانية صدره، يعني ناس غلاب، انما انت كده بتلعب مع الحكومة يا لفي. طب واللي يقول لك النهاردة بقى ان هو زلزل دار الفضاء العالي؟ يا راجل والله اقول لك على حاجة. ها اما اتهم في قلب القفص فضل يتنطط من فرحه ويسقف لحد ما رموا له السوداني. يا شيخ انت هتمزح عليا يا لمبي ولا ايه؟ قول كلام غير ده. طب اقول لك على الكبيره بقى، وانا واقف المرافع كده وبقول كده روح لمح بعيني كده، شفت سيادة المستشار ويا الدمعه بتفر من هنا. يا لهوي والله القاضي عيط يا بنت. بقول لك المستشار قاضي ايه انت؟ يوم ما القاضي هو المستشار يا راجل. لا ده هو المستشار. يا لهوي لا والله هو ده هم الاثنين واحد. ايوه وطلع بمنظرين ولا ايه؟ يا نهار اسود عليا يا بنت. فهم واضح ان انت معلوماتك في القانون ضيقه. اه سياده القاضي هو اللي بيبقى في النص، انما المستشار بيبقى هو اللي بيقعد يعيط. ايه؟ اه امال ايه يا راجل انت لخبطتني معلوماتي. اهم حاجه يعني هتمشي معانا لبي ولا ايه؟ اطمنى يا بت اطمنى قوي. اقول لك على المفاجاه الكبيره بقى. اقول لك على المفاجاه الكبيره، لازم في كمان 5000 جنيه جايين زيهم. يا لهوي لو النبي 5000 جنيه اول مصحى و 5000 جنيه بس بقى التانيين كلهم تلتينات. تلتينات عشرينات ما تفرق. طب بص بقى يا حبيبي. ايوه انا عارف انا الدلع ده بتاع الحريم لما تشوف الفلوس وتروح تعمل اللي ما هي مش عارف كده. عشان خاطر اختي مرفت وجوزها محي عازمنا على الفيلا الجديده النهارده. لحظه واحده استنوا النبي، هات النضاره دي ما تبوظيش اللحظه السعيده. طب بقى انا كده مش هشوف يا ست من جنبك، هو ما فيش بيني وبينك ملم. طيب ها اختي مرفت وجوزها محي عازمنا على الفيلا الجديده النهارده. ها نفسي بقى نروح بلبس عليه القيمه. بس كده يعني هتشيكني؟ هتشيكك ورقصك كمان يا بنت. السكر غالي انحلوا ايه؟ السكر غالي وانحلوا ايه؟ انا بتعرفك بالسكر غالي وانحلوا.